ولي يمه يا يمه وقلبي حريقني على حبيبي يا من ريقني. اليوم حلو بس كيفكم يا طلاب يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. سوف نستعرض الآن ما تعلمناه سابقا في الحصة الماضية. المحميات الطبيعية في وطني. المحمية الطبيعية هي مكان مخصص تنشئه الدولة في مناطق مختلفة في المملكة حفاظا على حياة بعض الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض. أما الجهة المسؤولة عن إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها في الأردن، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. الهدف من إنشاء المحميات الطبيعية في المملكة حفاظاً على حياة بعض أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض. سوف نقوم بالمقارنة بين المحميات الطبيعية من حيث الموقع، الوصف، الكائنات الحية الموجودة فيها. محمية الشومري تقع في مدينة الأزرق في وادي الشومري. محمية الأزرق المائية تقع في صحراء الشرقية من الأراضي الأردنية. محمية وادي الموجب تقع على بعد 90 كيلومتر من مدينة عمان على امتداد وادي الموجب. أما محمية طانة تقع أقصى شرق الأردن إلى صحراء وادي عربة. محمية عجلون تقع شمال المملكة. محمية وادي رم تقع في جنوب المملكة. أما من حيث الوصف، محمية الشومري وهي أول محمية للأحياء البرية في الأردن. محمية الأزرق المائية سميت بهذا الاسم نسبة إلى واحة الأزرق المائية التي تمثل جزء من مساحتها وتغطيها البرك والمستنقعات والنباتات المائية. محمية وادي الموجب تكون من سلاسل جبلية صخرية وعرة وأودية فيها مياه نظيفة دائمة الجريان. أما محمية ضانة فهي أكبر محمية في الأردن. محمية عجلون تمتد على عدد من الهضاب المكسوة بغابات البلوط. محمية وادي رم تمتاز بجمال طبيعتها مما يجعلها مقصدا لآلاف الزوار سنويا. نأتي الآن إلى الكائنات الحية الموجودة فيها. محمية الشومري، الغزلان الصحراوية الريم، الحمار البري، أما النباتات الشيح والطرفة. المحمية الأزرق المائية بيئة آمنة للطيور وتزخر بالأحياء البرية والنباتية والحيوانية. أما محمية ضانة يوجد فيها الثعلب الأفغاني والماعز الجبلي والنعار السوري. أما محمية عجلون غابات البلوط والسنديان والفستق الحلبي. أكيد يا مس، من خلال الفيديو اللي استعرضت لكم إياه في بداية الحصة عرفتم ما هو موضوع درسنا لهذا اليوم، وهو التراث الشعبي الأردني. ما هو التراث الشعبي الأردني؟ التراث الشعبي الأردني.
كثير منكم يا مس رح يسألني ماذا نعني بالتراث الشعبي الأردني؟ التراث الشعبي الأردني يا مس هو كل ما خلفه لنا الأجداد والآباء من آداب وقيم وعادات وتقاليد وفنون. نعيد كمان مرة، التراث الشعبي الأردني هو كل ما خلفه لنا الأجداد والآباء من آداب وقيم وعادات وتقاليد وفنون. فلكل شعب يامس تراثه الخاص الذي يعتز به ويميزه عن غيره من الشعوب. نعرف يامس كمان إنه محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وهي 12 محافظة، كل واحدة منها يامس تمتاز بتنوع فريد في عناصر تراثها الشعبي. كمان مرة أعيد لكم إياها يامس، إنه نعرف إنه كل محافظة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز بتنوع فريد في عناصر تراثها الشعبي، إذ يمثل كل عنصر من هذا التراث العريق الحياة الاجتماعية بمختلف مجالاتها على امتداد ربوع وطننا الغالي. إذن التراث الشعبي هو كل ما خلفه لنا الأجداد والآباء من آداب وقيم وعادات وتقاليد وفنون. سوف نأتي الآن إلى مجالات التراث الشعبي، وهي كثيرة. منها يامس الألعاب الشعبية، المأكولات الشعبية، والأزياء الشعبية، الفلكلور، الشعر والقصة، والعادات والتقاليد، والملابس التقليدية بنسميها، هي عبارة عن أزياء شعبية. نعيدهم كمان مرة يا مس، الألعاب الشعبية، المأكولات الشعبية، الأزياء الشعبية، الفلكلور، الشعر والقصة، والعادات والتقاليد. العادات والتقاليد، عرفنا يا مس بالصف الرابع مفهوم العادات والتقاليد. العادات هي السلوكيات التي يمارسها الإنسان ويعتاد عليها، أما التقاليد هي العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السلف. نقدر إنه نجمعها مفهوم واحد، وهي قيم وممارسات ورثناها عن أجدادنا. هي قيم وممارسات ورثناها عن أجدادنا. أعطيكم يا مس هسه أمثلة على العادات والتقاليد الإيجابية في المجتمع والعادات والتقاليد السلبية في المجتمع الأردني. من الأمثلة على العادات والتقاليد الإيجابية في المجتمع الأردني إكرام الضيف واحترام الجار ومساعدة المحتاج. نعرف يا مس إن لكل مجتمع مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية بتميزه عن غيره. فالمجتمع الأردني يا مس هو كأي مجتمع آخر، لديه عادات وتقاليد اجتماعية مميزة متوارثة عن الآباء والأجداد. فيعد الكرم والضيافة في المجتمع الأردني هو من أبرز العادات والتقاليد الإيجابية أو الاجتماع في المجتمع الأردني، وقد ارتبطت هذه بظواهر عديدة. من بين هذه الظواهر يا مس المضافات، بيوت الشعر، تقديم القهوة العربية السادة. هذا كله يا مس دلالة على الترحيب بالضيوف وإكرامهم. نأتي الآن يا مس إلى تقديم القهوة للضيف. لها أصول وقواعد تعلمنا منها الكثير الكثير من الخصال الطيبة. فعلى المضيف أن يمسك ماذا؟ دلة القهوة باليد اليسرى والفناجين باليد اليمنى، تمام؟ وعادة ما تصب القهوة أول إشي بتصب لماذا؟ للكبير، ثم يليه ماذا؟ الحضور. وتصب القهوة عادة 3 مرات بكميات قليلة في قاع الفنجان. وبعد صب الفنجان يجب على الضيف ماذا؟ أن يهز الفنجان إشارة إلى اكتفائه منها، من شرب هذه القهوة. وهذه يا مس نعرف إن جميعها دلالات واضحة على التقدير والاحترام الواجب تقديمه لماذا؟ للضيف. إذا يا مس، من الأمثلة على العادات والتقاليد الإيجابية في المجتمع الأردني إكرام الضيف، احترام الجار، ومساعدة المحتاج، وزيارة المرضى. أما أمثلة على العادات والتقاليد السلبية في المجتمع الأردني إطلاق العيارات النارية في الاحتفالات وعادة ماذا؟ الثأر.
كثير منا يامس بيعاني من هذه العادة السلبية، وهي إطلاق العيارات النارية في الاحتفالات قد تؤدي إلى إزهاق أرواح العديد من الأبرياء. أما الثأر وهو عبارة عن هو أن يقوم أحد أقارب القتيل بقتل القاتل أو أحد أقربائه. الثأر هو أن يقوم أحد أقرباء القتيل بقتل القاتل أو أحد أقربائه، وهذه تعد من العادات السلبية، عادات والتقاليد السلبية في مجتمعنا الأردني. نأتي الآن يا مس إلى الفلكلور الأردني. ماذا نعني بالفلكلور؟ هو الأغاني والدبكات التي تميزت بها الأعراس والاحتفالات. الفلكلور هو الأغاني والدبكات التي تميزت بها الأعراس والاحتفالات. تعد الأغاني. نأتي الآن يا مس إلى الفلكلور الأردني. ماذا نعني بالفلكلور؟ هو الأغاني والدبكات التي تميزت بها الأعراس والاحتفالات. الفلكلور هو الأغاني والدبكات التي تميزت بها الأعراس والاحتفالات. تعد الأغاني يا مس والرقصات وهي الدبكات هي أهم مكونات التراث الشعبي الأردني، تميزت بها الأعراس والاحتفالات. تجتمع فيها عبارات وحركات تعبر عن ماذا؟ عن الفرح والشجاعة والتعاون والكرم، وتختلط فيها روح الريف ببساطته وروح البادية بصفائها بتناغم لطيف. نعرف يا مس أن يوجد أكثر من 20 نوع من الدبكات الأردنية. نعرف يا مس أنه يوجد أكثر من 20 نوع من الدبكات الأردنية، وتؤدي باستخدام العديد من الآلات الموسيقية. من هاي الآلات الموسيقية يا مس الشبابة والمجوز واليرغول والقربة. الشبابة والمجوز واليرغول والقربة. إذا الفلكلور هو الأغاني والدبكات تميزت بها الأعراس والاحتفالات. هو الأغاني والدبكات تميزت بها الأعراس والاحتفالات، وهاي الأغاني والدبكات تعد من أهم مكونات التراث الشعبي الأردني. تمام؟ سنأتي الآن إلى المأكولات الشعبية. بنعرف يا مس وكثير منا بيعرف إنه أهم وجبة من الوجبات الطعام اللي تقدم في الأردن هو المنسف. ما هو المنسف؟ يتميز المنسف يا مس عن باقي المأكولات العربية باستخدام ماذا؟ لبن الجميد الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب. إذا المنسف يا مس هو من أشهر الوجبات الطعام أو المأكولات الشعبية عندنا هون في الأردن. كمان المقلوبة والمجدرة والرشوف. والرشوف هي عبارة عن لبن وعدس ورز وحمص، وهي أكلة من الأكلات الشعبية الموجودة عندنا هون بالأردن. إذا المأكولات الشعبية عندنا هون بالأردن المقلوبة، المنسف، المجدرة والرشوف. ومن أشهر الوجبات الطعام الأردنية وهي المنسف، وهي التي تتكون من ماذا؟ من لبن جميد الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب. أما أبرز مكوناته وهي اللحم الضأن ولبن الجميد والأرز. أبرز مكوناته وهي لبن الجميد ولحم الضأن والأرز. طلع عندي يا مس، هاي هي أكلة المنسف، وهي تعد من أشهر المأكولات الشعبية عندنا هون بالأردن. نأتي الآن إلى الأزياء الشعبية الأردنية. الأزياء الشعبية الأردنية وهي عبارة عن ملابس تراثية التي يرتديها الأردنيون في مناسباتهم. هي ملابس تراثية التي يرتديها الأردنيون في مناسباتهم، وهي تمثل يا مس جزءا مهما من تاريخ الشعب الأردني وثقافته وهويته ونعرف يا مس أن كل محافظة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لها زي شعبي خاص فيها،
مثل الزي السلطي، الزي الكركي، الملابس التراثية التي يرتديها الأردنيون في مناسباتهم. حكينا إنه الزي الشعبي عندنا في الأردن هو جزء من تاريخ الشعب الأردني وثقافته وهويته. نعرف كمان يا مس إنه في عندنا هون بالأردن متحف الحياة الشعبية. هذا المتحف يقع في قرب المدرج الروماني عندنا هون بعمان. تعرض فيه الأزياء التراثية الأردنية إضافة إلى الأواني المنزلية القديمة الموجودة فيه. نعرف كمان يا مس، على الرغم من مساحة الأردن نسبيا، إلا أن أزياء الأردنية الخاصة النسائية منها. إذا الأزياء الشعبية هي الملابس التراثية التي يرتديها الأردنيون في مناسباتهم. حكينا إنه الزي الشعبي عندنا في الأردن هو جزء من تاريخ الشعب الأردني وثقافته وهويته. نعرف كمان يا مس إنه في عندنا هون بالأردن متحف الحياة الشعبية. هذا المتحف يقع في قرب المدرج الروماني عندنا هون بعمان. تعرض فيه الأزياء التراثية الأردنية إضافة إلى الأواني المنزلية القديمة الموجودة فيه. نعرف كمان يا مس، على الرغم من مساحة الأردن نسبيا، إلا أن أزياء الأردنية الخاصة النسائية منها تتميز بتنوع كبير. بتعرفوا ليش يا مس؟ نظرا إلى تنوع جغرافية المملكة، فلكل منطقة تصاميمها الخاصة التي تنفرد بها مع تشابهها أحيانا في بعض المناطق. تتميز هذه الأزياء بصناعتها اليدوية المتقنة، وزخارفها المستوحاة من البيئة الأردنية. إذا الأزياء الشعبية هي الملابس التراثية التي يرتديها الأردنيين في مناسباتهم. علل: على الرغم من صغر مساحة الأردن نسبيا، إلى أن الأزياء الشعبية خاصة النسائية منها يتميز بتنوع كبير. لماذا يا مس؟ نظرا إلى تنوع جغرافية المملكة الأردنية الهاشمية، تتميز هذه الأزياء بصناعتها اليدوية المتقنة وزخارفها المستوحاة من البيئة الأردنية. إذا التراث الشعبي هو كل من ما خلفه لنا الأجداد والآباء من آداب وقيم وعادات وتقاليد وفنون. أما مجالات التراث الشعبي هي الألعاب الشعبية، المأكولات الشعبية، الأزياء الشعبية، الفلكلور، الشعر والقصة، والعادات والتقاليد. العادات والتقاليد هي قيم وممارسات ورثناها عن أجدادنا. من الأمثلة على العادات والتقاليد الإيجابية في المجتمع الأردني: إكرام الضيف، احترام الجار، ومساعدة المحتاج، وزيارة المريض. أما من أمثلة على العادات والتقاليد السلبية: إطلاق العيارات النارية في الاحتفالات، وعادة الثأر. أما الفلكلور هو الأغاني والدبكات التي تميزت بها الأعراس والاحتفالات. نعرف كمان أن يوجد أكثر من 20 نوع من الدبكات الأردنية. أما الآلات الموسيقية الأردنية مثل الشبابة والمجوز واليرغول والقربة. أما المأكولات الشعبية مثل المقلوبة والمنسف والمجدرة والرشوف. أشهر وجبات الطعام الأردنية هو المنسف. الأزياء الشعبية هي الملابس التراثية التي يرتديها الأردنيون في مناسباتهم. علل: على الرغم من صغر مساحة الأردن نسبيا، إلى أن الأزياء الشعبية خاصة النسائية منها تتميز بتنوع ماذا؟ كبير. الجواب: نظرا إلى تنوع جغرافية المملكة الأردنية الهاشمية. بهيك يا مس بيكون الدرس قد شرح الدرس قد انتهى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.